السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله تحليل البيانات على الاكسل مبادئ باور كويري او بي كيو بي الفيديو ده بي كيو بي 09 لسه بنتكلم على تحويل البيانات او الديتا ترانسفورميشن النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا اسمها ميرج كويريز او ازاي ادمج بيانات موجوده في جدولين ده يعتبر زي ما اتكلمنا قبل كده ان ده ريبليسمنت للفيلوكاب اللي موجوده في الاكسل فورمولاز العاديه واحنا شفنا في الفيديو السابق مع بعض ان احنا ممكن نعمل ابند لاضافه بيانات المبيعات من ثلاث جداول مختلفه وقلنا عشان نتمم عمليه الابند لازم نتاكد من مطابقه ثلاث حاجات عاد الاعمده وعناوين الاعمده تكون مطابقه بالظبط وكمان نوع البيانات اللي موجود في كل عمود هنكمل على المثال السابق في الفيديو ده وهنشوف ازاي ممكن نعمل ميرج او دمج بين جدولين وده يعتبر استبدال للفيلوكاب وهنستعمل نوع من انواع دمج البيانات اسمه ليفت اوتر تعالى مع بعض نروح على المثال العملي ونشوف هنعملها ازاي لو عايز تشتغل معايا وانت بتتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للاكسل وركبوك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك نوتيفيكيشن لما نعمل فيديوهات جديده وزي ما شفنا في الفيديو السابق فيديو بي كيو بي زيرو ايت ولو انت عايز تشوف الفيديو ده هتلاقي اللينك بتاعه فوق الشاشة دلوقتي حال وطبعا ده هيكون افضل عشان تتفرج على المثال من اوله في الفيديو السابق كان عندنا المبيعات بتاعت تريبل اي بايك شوب جاية في ثلاثة شيت الشيت الاول سيلز 2017 وكانت جاية في ستة كولوم و2018 موجودة بس في اربعة كولوم لإن مثلاً ما كانش فيها المبيعات محسوبة كان الكوانتي والبرايس بس و2019 كانوا خمسة كولوم قدرنا عن طريق الباور كويري نعمل 1 2 3 كويري لكل سنة وكمان كويري رابعة عملنا فيها ابند يعني حطينا الثلاث سنين تحت بعض وعملنا لها لود في الشيت اللي اسمها اول ييرز وزي ما أنت شايف التيبل أهو عبارة عن خمسة كولومز كاملين 208 ألف رو ولكن قلنا ان اللي موجود على الشمال ده البرودكت اي لو حبيت تعمل ريبورت محتاج تجيب البرودكت نيم وكمان الكاتيجوري بتاع البرودكت ودول مش موجودين زي ما انت شايف لا في الجدول ده ولا في اي مكان تاني جوه الاكسل شيت لكن موجودين في جدول مستقل والجدول ده موجود على سي اس فايل متسجل عندي فعايز اروح اعمل كويري جديده او اعمل كونكشن على السي اس فايل ده عن طريق الباور كويري عشان اجيبه هنا في كويري جديده وبعد كده اقدر اعمل دمج او ميرج اجيب المعلومه من الجدول الثاني واحطها مع التيبل ده في جدول واحد واقدر اعمل ريبورت بشكل كويس عشان اعمل كده هروح على data ribbon على الشمال هلاقي جيت ديتا او جيت اند ترانسفورم ديتا وهلاقي الايكون ده لو وقفت عليه مكتوب عليه فروم تكست اور سي في او ممكن ادوس على السهم اللي عند جيت ديتا واروح فروم فايل واروح على فروم تكست سلاش سي اس في هيفتح لي عشان يقول لي فين الفايل بتاعك موجود عندي على الكمبيوتر بتاعي اسمه برودكت لوك اب هختاره واقول امبورت هيفتح لي نافيجيتر ونافيجيتر ده هلاقي فيه بريفيو للديتا زي ما انت شايف ثلاثه كولم البرودكت اي دي موجود هنا برودكت اي دي زي ما انت شايف في التيبل الاصلي وهنا لكن هنا معلومة الاسم المنتج ومعلومة الكاتيجري بتاع المنتج وهتلاقي كمان بيقول لك ان هو كوما ديليمتد اقدر اعمل لود مباشرة لكن انا افضل اعمل ترانسفورم دايما هدوس على ترانسفورم هيفتح لي الباور كويري اديتور الباور كويري اديتور هلاقي فيه ثلاث خطوات السورس وبعد كده اوتوماتيكلي عمل بروموت للهيدرز زي ما انت شايف وكمان تشينج تايب لانه قدر ديتكت اوتوماتيكلي كل تايب بتاع كل كولم فهنا 1 2 3 معناها ان ده نمبر و اي بي سي اي بي سي معناها ان ده تكست كل ده بالنسبه لي تمام كمان اسم الكويري اخده من اسم الفايل اللي هو برودكت لوك اب فما فيش مشكله انا كده تمام جاهز ممكن اعمل كلوز اند لود كلوز اند لود تو وزي ما عملنا المره اللي فاتت زي ما انت شايف كونكشن اونلي كونكشن اونلي دي كمان انا مش محتاج اعملها لودنج في تيبل فهعملها اونلي كرييت كونكشن وادوس اوكي وهلاقي هنا في كويري زادت ومكتوب عليها برضو Connection only. دلوقتي جاهز ممكن اعمل عمليه الدمج لو عايز اعمل كده ممكن اروح على جيت داتا وادوس عليها هلاقيها اسمها كومباين ولو اخترت كومباين هلاقي في ميرج وابند لو اخترت ميرج هيفتح لي الويندو بتاعت الميرج وممكن اعمل منها الميرج لكن المشكلة انك لو عملت كده هيعمل لك كويري جديدة ويسميها اسم جديد لازم اديها اسم جديد وهيتم الدمج في كويري زياده طبعا انا مش محتاجها في الكيس اللي احنا بنتكلم فيها دي وبالتالي ممكن اعمل الدمج على الكويري اللي اسمها اول ييرز مره واحده فبالتالي محتاج الاول اعمل لها اديت فاقدر اعمل دبل كليك وانا مختارها من الكويريز and كونكشن واول ما هعمل دبل كليك هيفتح الباور كويري اديتور وفي الحاله دي وانا واقف على الكويري هيبقى عندي امكانيه ان انا اعمل دمج جوه نفس الكويري اعمل الكلام ده منين هروح على هوم مكان اسمه كومباين وزي ما انت شايف فوق خالص في ميرج كويريز وفي سهم ممكن تقول له انا عايز ميرج كويري يعني جوه نفس الكويري دي ولا ميرج كويري از نيو؟ لا انا مش عايز از نيو انا عايز ميرج كويري هنا لو دوست عليها هيفتح لي الويندو او الدايلوج بوكس بتاع الميرج كويري زي ما انت شايف الويندو دي مقسومه نصين النص الفوقاني بختار فيه الجدول الاول وطالما انا بعمل ميرج من جوه الكويري دي فهي باي ديفولت هي الجدول الاول اللي ظاهر عندي فوق ومن هنا في دروب داون في النص التاني ممكن اختار الكويري التانية اللي عايز اعمل منها الميرج في الحالة بتاعتنا احنا عايزين البروكت لوك اب هختارها هيدي لك بريفيو صغير هنا زي ما انت شايف حوالي ست سبع سطور من التيبل او من الكويري وزي ما انت شايف برضو هنا في بريفيو صغير فده شكل الجدول الاول وده شكل الجدول الثاني طيب زي ما انت شايف الرابط بين الجدولين هو البرودكت اي موجود في اول يرز وموجود كمان في البرودكت زي ما انت شايف اهو برودكت اي دي ده الرابط ما بينهم فانا عايز اعرف الكويري ان هو ده الرابط اللي هتعمل عن طريقه الدمج فحدوث هنا على الهيدر من اول واحدة فهيعلم عليه كله باللون الاخضر زي ما انت شايف وادوس كمان على التانية فبرضو علم عليها باللون الاخضر هلاقي كمان هنا في حاجة بتعمل لودنج كده بيعمل حاجة اسمها estimating matches based on the data previews خلص وبيقول لك ان هو 208000 الف من 208000 الف حصل ليهم ماتشنج ولو انت فاكر ان الكويري او الكويري بتاعت اول ييرز كل الروز بتاعتها فعلا 208000 وبالتالي كل البرودكت اي دي اللي موجود في التيبل الاول اللي هو اول ييرز اللي قالوا ماتش موجود في البرودكت لوك اب وبالتالي كده الميرج اعتقد هيكون سليم خد بالك زي ما اتكلمنا في المقدمه ان في حاجه اسمها جوين كايند او نوع الميرج نوع الميرج اللي موجود باي ديفولت هو ليفت اوتر وهو ده يعتبر بديل الفيلكوب في انواع تانيه لو دوسنا على الدروب داون هتلاقي انواع تانيه هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله خلاص انا كده جاهز الميرج بتاعي جاهز ممكن ادوس اوكي اول ما هدوس على اوكي هتلاقي خطوه جديده اضافت مكتوب فيها ميرج كويري وهتلاقي كولوم جديد الطاف والهيدر بتاعه بقى اسم التيبل التاني ولو نزلت تحت مش هتلاقي بيانات هتلاقي كلمة تيبل 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 ليه؟ لأنه راح على التيبل التاني وراح بص على البروكت اي دي اللي اسمه مثلا 2010 وجاب لك كل المعلومات اللي موجودة في التيبل التاني تخص الاي دي اللي اسمه 2010 فلو وقفت هنا في الحتة الفاضية على السيل اللي فيها التيبل هتلاقي هنا جابلك المعلومة بالكامل اللي تخص 2010 مكتوب 2010 وتورينج بايك ده اسم البرودكت وبايكس ده اسم الكاتيجوري لو رحت حاجة زي 2016 مثلا هنا وقفت قدامها هتلاقي جايب لك المعلومات بتاعت 2016 اسم الاي دي واسم البرودكت والكاتيجوري بتاعه وهكذا طب طبعا انا في التيبل مش محتاج كلمة تيبل دي انا محتاج اجيب الديتا دي نفسها احطها هنا هعمل كده ازاي بسيطة جدا طالما هنا في تيبل كلمه تيبل مكتوبه اكيد هتلاقي الهيدر بتاع القلم في السهمين اللي عكس بعض دول ودول معناهم انك لو دوست عليهم تقدر تعمل اكسبانشن للمعلومات اللي موجوده هنا لو دوست على اكسباند هيفتح لك الويندو دي ويقول لك عايز تكسباند ايه بالظبط انا في الحاله بتاعتي اكيد مش محتاج برودكت اي دي لانه موجود هناك فانا عايز بس البرودكت نيم وعايز كمان الكاتيجوري وادوس على اوكي okay. وزي ما انت شايف على طول هيجيب لي المعلومات من الجدولين التانيين بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، فكده خلاص بقيت عندي المعلومات كامله بتاعه البرودكتس، ممكن اعمل شويه ترتيب سريع للتابل ده، فمثلا دلوقتي المعلومه دي انا مش محتاجها، لو وقفت على الكولوم ده وقلت له ريموف هيشيل معلومه البرودكت اي دي، وزي ما انت شايف ده ما اثرش على المعلومتين الجداد اللي انا جبتهم، لانه في ترتيب الخطوات حصل ريموف بعد ما جاب المعلومتين دول وطبعا ده يختلف تماما عن اللي بيحصل في معادلات الاكسل اعتقد مكان البروجكت اي دي والكاتيجوري ممكن احطهم في اول الجدول هختارهم من الهيدر هما الاثنين واعمل دراج واحطهم في الاول خالص وبعد كده عندي الديت والكوانتي والبرايس والريفينيو اعتقد انا كده تمام اقدر اعمل كلوز اند لود هيقفل الباور كويري اديتور وهيعمل ريلود للكويري اللي اسمها اول ييرز زي ما انت شايف بيعمل لها ريلودنج ولما خلص لودنج لل 208 الف رو عمل كمان ريفرش للتيبل وزي ما انت شايف الشكل الجديد اللي عملناه مع بعض البرودكت والكاتيجوري على الشمال بعد كده الديت والكوانتي والبرايس والرفنيو المعلومات اللي كلها محتاجها عشان تعمل ريبورت موجوده اقدر بسهوله جدا اعمل بيفت تيبل لو رحت على تيبل ديزاين ممكن تقوله له سمرايز وذ بيفت تيبل او تختار الشورت كات المعروف بتاعنا الت ان في هيفتح لك الويندو بتاعت كرييت بيفت تيبل لوحده عرف انك شغال على اول ييرز هقول له اكسيستينج شيت واختار وليكن اتش 5 وادوس على اوكي okay. هيكريت بيفت تيبل تعال نعمل ريبورت سريع مع بعض تعال اول حاجة ناخد الديت ونحطه في الروز هيعمل له زي ما انت شايف بطريقة اوتوماتيكية هشيل الكوالترز وهشيل الديتس وخلي اليرز نحطها في الكولومز لي ريفينيو وحطها في الفاليوز اختارها ورايت كليك ونمبر فورمات عشان دي مبيعات ممكن استخدم الكورنسي زيرو ديسمال بليسز اوكي اطلع فوق وخد البرودكت حطه في الروز خد كمان الكاتيجوري وحطه فوق البرودكتس بقى عندك ريبورت ظريف جدا وسامري للمبيعات بتاعه حضرتك بالكاتيجوري وكمان باسم البرودكت وزي ما انت شايف المعلومات اصلا كان كل واحد في حته كان عندي ثلاثة تيبلز منفصلين وكمان كان عندي المعلومه بتاعه اسامي المنتجات والكاتيجوري بتاعها موجوده في سي اس فايل موجود في مكان تاني خالص قدرنا عن طريق باور كويري نجيب الداتا من اكتر مكان ونحطهم كلهم مع بعض في pivot table ولو حصل اي ابديت على الداتا الاصليه ممكن تعمل ب One ريفرش تابديت الكويريز وكمان تابديت ال pivot table الفيديو الجاي هنشوف ازاي ممكن نعمل حاجات اكتر عن طريق الميرج وهنشوف كمان انواع الميرج اللي احنا ما استعملناهاش المره دي زي الفول اوتر والانر والليفت او الرايت انتي وهنشوف مثال كويس جدا ازاي ممكن اقارن بين جدولين جدول فيه لستة من الاسامي وجدول تاني فيه لستة اخرى من الاسامي ازاي اقدر اعمل مقارنة بين الجدولين دول باستخدام برضو خاصية ميرج الموجودة في الباور كويري لو لسه ما في القناة لو سمحت اشترك واعمل لايك للفيديو لو عجبك وسيب لي تعليق وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وشكرا جدا لوقتكم واشوفكم في الفيديو الجاي PQB بي 10 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته